أطلق المجلس الأعلى للمرأة الدليل الاسترشادي للتغطيات الإعلامية الخاص أو الخاصة بالشأن الأسري. جاء ذلك خلال فعالية جرى تنظيمها عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، وسعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس، وسعادة الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية. وعرب سعادة وزير شؤون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد الرميحي عن الفخر والاعتزاز بالأدوار الوطنية للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، بما في ذلك ما يبذله المجلس من جهود نوعية من أجل دعم تقدم المرأة وترسيخ الاستقرار الأسري في مملكة البحرين، منوها بجهود المجلس في إصدار هذا الدليل الذي يعد بادرة مميزة تساعد الصحفيين والإعلاميين على الاستهداء بالمنهج الصحيح في التعاطي إعلاميا مع الشأن الأسري، مشيدا بحرص المجلس على مشاورة الإعلاميين في محتوى الدليل في إطار التشاركية المبنية على القناعة الراسخة لدى الجميع بأهمية موضوع المرأة والأسرة بمختلف أبعاده. وقال إن المؤسسات الإعلامية البحرينية بعيدة كل البعد عن التهويل والإثارة في التعاطي مع الموضوعات الحساسة مثل الموضوعات ذات الصلة بالأسرة، وتحرص على إيصال المعلومة الصحيحة، وإلا يكون السرعة في نقل الخبر أو السبق الصحفي على حساب وإلا يكون نقل الخبر أو السبق الصحفي على حساب المصداقية والدقة. وأكد أن الأجهزة الإعلامية في البحرين شركة استراتيجية فاعلة وداعمة لمختلف خطط وبرامج ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة وجميع الجهات والمؤسسات الوطنية. وأضاف أن الإعلام البحريني يتحلى بالشفافية في الطرح والمسؤولية، ويحرص على توصيل المعلومة للجمهور بما يخدم مسارات التقدم والتنمية. بدوره أكدت الأمين العام للمجلس أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار ما تؤكد عليه صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على الدور المساند والفاعل لوسائل الإعلام لإيصال ما يتحقق للمرأة واقعيا ولما يجب التنبيه له للحفاظ على استقرارها الأسري كمدخل أساسي لانطلاقتها في فضاء الشأن العام. وأوضحت الأنصاري أن فكرة هذا الدليل الاسترشادي تنبثق من ركيزتين أساسيتين هما قناعة المجلس بالدور المحوري لمؤسسات القطاع الإعلامي كقوة مؤثرة في تشكيل القناعات وترسيخ القيم ورفع الوعي بضرورات استقرار الأسرة، والتزام المجلس بمتابعة جانب الاستقرار الأسري كأحد أهم مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. الدليل المقترح تنبثق فكرته من ركيزتين أساسيتين، أولها مثل ما ذكرت في البداية قناعة المجلس بالدور المحوري لمؤسسات القطاع الإعلامي كقوة مؤثرة في تشكيل القناعات والتأثير على السياسات وصناعة القرارات وترسيخ القيم ورفع الوعي بضرورات استقرار الأسرة كمكون أساسي لحماية النسيج الاجتماعي وكعنصر رئيسي يساهم في تلبية متطلبات الأمن الوطني والتنمية المستدامة. وثانيها التزام المجلس بمتابعة جانب الاستقرار الأسري كأحد أهم مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، سواء على صعيد حل المشكلات ومتابعة مؤشرات الاستقرار الأسري وطنياً، أو على صعيد ما يتطلبه هذا المجال من تكثيف وتجويد لمضمون برامج التوعية والتثقيف وطرق لفت نظر الرأي العام للقضايا الحيوية وذات الأولوية للأسرة البحرينية لنصل إلى حلول واقعية. وبالتالي يجد المجلس بأن هناك حاجة فعلية لطرح فكرة الدليل والتشاور حوله مع المؤسسات والمنصات والأقلام الإعلامية للنظر فيه من حيث توجهاته ومضمونه، بحيث يكون بمثابة دليل مرجعي لنا جميعاً